فان شاء الله غادي نقول الكلمه ديالي وغادي انكد الحضور ان شاء الله ديالي. وكنشكر جميع الجماهير اللي عاونتني بزاف، وكنشكر للطاقم التقني ديال الوداد البيضاوي ولا سعاده الرئيس الناصري، وان شاء الله غادي نقول الكلمه ديالي ان شاء الله في القادم ان شاء الله. كيفاش كان التدريب اول اسبوع ديالك مع المنتخب الاول؟ فعادي فالتدريب جات عاديه، فان شاء الله غادي نقول الكلمه ديالي ان شاء الله، وغادي نقوم بالتدريب بحال جميع اللاعبين ان شاء الله.